اشهر موتك كيف؟ ايه موريس يا عيني، بلغت الدرج، ضلت 3 ساعات عندهم. تعرف شو القهرني؟ في شيء قعدوا عم بيراقبوني اخوي، عم بيراقبوني. من بعد ما اكتشفت انه قرتين لي السياره على الحارب بدقوا لي بيعطوني عنوان مطعم تروح استلمها. ايه موريس يا اهلي، للمره الثانيه بلغت ليش ما كنت بتلقي التليفون؟ ليه مرتاح عندي على البيت؟ هيدي بمثابه اعلان حرب علي. وانا مأكد هوديك البقر قاعدين على التيوز ومش عم يعملوا شيء. بدنا نسرد السياره موريس. ما روح لعندهم مدججين بالسلاح، فهمت؟ طول بالك رامبو، لمك اول واحد بيقرطوا له السياره ولمك اخر واحد. تذكر جاسا لهدا؟ الكوافيرة قرطوا له جيب المرسيدس، راح هو وصاحبه ب 3000 دولار ردوا له اياها خلانش. ليك عفاوة قد ايه تطبيق منك؟ 1000 يا ايري وزعلان. مش زعلان، مقايرة معي، مش شوي، مش وسط، كتير، هالقد. منشان هيك ما نهز طيازنا نروح نجيب له بوريد نتدجج بالسلاح ونروح نرد السيارة لأنه الدرك ما حفيهم يعملوا شيء. اوكي بس بدي اخذ سيارة اهلي احلى ما يشوفوني سيارتي ويصيروا بدهم يقرطوها كمان. يقرطوا شو؟ اوعى تكون مفكر حالك معك مازيراتي، كلها شقفة بيكانتو يا خيي. اذا قرطوها والله ما بعرف شو بعمل بحالي. ان شاء الله ننزل على حمارة اخر همي. بتروح على البيت بتجيب البوب اكشن وبتلقي لي على الدراج بعد 5 دقايق. انا في شغلة بدي اخلصها هون قبل ما انزل. عدرو بهالوقت العصيب عم بطلب عونك ومشيئتك باسمي وباسم كل واحد سرقت سيارته. ساعديني لاخذ بطار وملي معروف، ساعديني كرمال انا وهذا البغل موريس نربح عليهم ونرد السياره. ومن هلا بحذرك انا مش مسؤول عن اي كميه غضب تنصاب على حدا او حدا بده يقف بوجهي. امين. شو عم تكبر؟ بعد انت قلت لها 5 دقايق مش ساعة. موريس موريس حبيبي، هاي شو بارود الخردوق؟ هاي 12 رفيع. بعرف 12 رفيع، شو رح نتصيد دوري نحن؟ قلت لك جيب البوب اكشن. يا خي البوب اكشن لبي ما بديش اعيط علي. ليش انت يا زبري شو جبت معك؟ حضار احضر وتعلم واحترم. جفت جوكستابوزي. جفت جوكستابوزي. شو رايح تصور يا ايري حد ايتش هسيباش؟ لايك الفكرة انه معنا بوريد، عرف كيف؟ عم ضيع وقت، دور السيارة وخلينا نمشي.
هلا بخبرك الخطة على الطريق. أمان. يلا يلا. ألو. إيه مرحبا. إيه أنا. إيه إيه أهلا أهلا سيدنا أهلا حبيبي. إيه كيفك؟ إيه تمام. إيه بالبيت أنا. شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ برني الله، برني ربكم، برني إلهك أنت، برني إدعائك إجرائك. إيه أوكي ماشي ماشي. إيه أوكي هلا بعد شي بعرف شو الطريق، شي 5 دقايق 6 دقايق بكون عندك. مرسي مرسي سيدنا كلك زهق. يلا إيه أوكي تكرم عينك، مشوار الطريق حبيب القلب. يلا. شو في؟ أو درك أو. ما فهمت شو. لقيوا السيارة ولقطون حسابي كلها سوا. اسمع على حظي صار لهم فترة هن عم بيراقبون عف كيف، واليوم الصبح من بعد ما انسرقت السيارة كانوا عم بيعملوا مداهمة، لقطوا سيارات كانوا سرقينها ولقطوا السيارة تبعي. لك وانا هلا بالمخفر هلا بطلنا نروح عبر يعني؟ لا اذا بدك فينا نروح نقزن نشم شوية هوا. لا اكيد بطلنا نروح يا عيني. ايه اطلع على المخفر لفوق، نطلع نجيب السيارة وبنرجع بدنا نفك تافي حبيبي. الله كتب لكم عمر جديد يا كلاب. عمر جديد.